ومعنا عبر الهاتف أحد رافعي القضية ضد حفتر، عبد الحكيم التونالي عبر الهاتف. مرحبا بك سيد عبد الحكيم. أهلا وسهلا. إذن أصدرت المحكمة استدعاء بحق مجرم الحرب حفتر في مدة لا تتجاوز 21 يوما، ما الذي يعني هذا؟ هذا يعني أن إذا حفتر لم يستجب لمذكرة الاستدعاء التي صدرت من المحكمة فسوف يصدر القاضي حكما افتراضيا، وسوف يواجه بعض الأحكام التي تتعلق بقانون المرافعة في القضية. وهل تم إبلاغ حفتر بهذا الاستدعاء؟ تم نشر مذكرة الاستدعاء في أكثر من صحيفة إعلامية وفي أكثر من قناة، سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله نحن في صدد استكمال إجراءات الإخطار والإعلان عن هذه المذكرة. وهل قبلت المحكمة أو هل قبل القاضي بهذه الإجراءات أو هذه الطريقة في الإعلان؟ إن شاء الله نأمل أن هذا الأسبوع بإذن الله تنتهي كل الإجراءات التي تتعلق بمذكرة الاستدعاء للمدعي عليه خليفة حفتر. الأجل بواحد وعشرين يوما متى يبدأ؟ يبدأ من اليوم الذي يتم فيه اختار المدعى عليه خليفة حفتر، وهو خارج أمريكا، لأنه هو لديه جنسية أمريكية، هو أمريكي، وبالتالي إذا هو لم يستجب بعد اختاره وإيصال مذكرة الاستدعاء له، إذا هو لم يستجب وهو خارج أمريكا فالقانون يعطي له الحق في مدة 21 يوم. نعم. أما إذا كان داخل أمريكا فله الحق في شهرين، وكون أنه لم يأتي إلى أمريكا بعد، وإذا تم فعلا الإخطار والإعلان سيد عبد الحكيم التونالي مذكرة الاستدعاء فسوف تصدر المحكمة حكما افتراضيا أو غيابيا، لأنه لم يستجب لدعوة المحكمة في هذه القضية. نعم. سيد عبد الحكيم التونالي أحد رافعي القضية ضد حفتر بالولايات المتحدة الأمريكية، نشكرك جزيل الشكر.